هل في حاجة اسمها بالانس؟ مش هقولها بالطريقة دي، بس هو لازم اقولها كده، يعني لازم اقولها كده، هو مفيش بالانس. عشان الشخص يعرف هو عاوز ايه في حياته، هو لازم يقعد مع نفسه مش مع الموبايل. يعني اللي عايزة تعمل حاجة، اي حاجة اي حاجة، تايجت فكرة انك تقعدي مع نفسك، دي من اهم الحاجات اللي لازم تحصل لاي ستة في حياتها. احنا ماشيين على تراك عمين نجري فيه، وما فيش حد بيسأل نفسه اللحظة هو انت مبسوطة ولا لا، حتى لو الجيرني طويلة، حتى لو الجيرني طويلة. I'm ready for it. مدام مبسوطة to be financially independent، هو ان انت تقرري انك تستقل. الفكرة كلها ان البنات كل ما بتكبر مثلا، هي بتستوعب على فكرة مسؤولية اكتر. مش بقولكوا اشتغلوا بقى وانطلقوا، لا، في بالانس كده لازم يعني ندي كل حد حق، ان احنا يبقى عندنا فترات فاهمين انه فيها اولويات. بمنتهى البساطة، لا، السوشيال ميديا ما ينفعش تضغط على الناس اكتر من كده، والناس لازم تفهم ان احنا ويدو انجوي سوشيال ميديا، والسوشيال ميديا المفروض تكون للافادة، فور شيرنج حاجات مفيدة، مش عشان نضغط على الناس بيها او نحبط الناس بيها. لو كل حاجة حواليكي كويسة، انت هتبقي كويسة. لو انا مش صريحة مع نفسي، يبقى برضو هفشل تاني وتالت لحد ما اتعلم. هو النجاح مراحل، انت ناجحة في فترة معينة في حاجة، and then you're adding up to it. Happy International Women's Day. Happy Women's Day. Happy International Women's Day.